Assalamu alaikum. I am pleased to join you celebrating Arabic Language Day. Arabic is one of the oldest spoken languages in human history. For centuries, Arabic connected people through literature, music, poetry, and philosophy. It was the lingua franca for trade, art, and science. Today, Arabic is a rich and vibrant language, uniting hundreds of millions of people across 22 Arabic-speaking countries and nearly 2 billion Muslims who use Arabic in their prayers and supplications. At the United Nations, Arabic contributes daily to harmonious communication among people and nations and towards achieving an inclusive, multilingual organization. As we commemorate this day, let us promote dialogue and mutual understanding and together celebrate the diversity of the human family. Shukran. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السعادة الزميلات والزملاء الأعزاء وإلى جميع من يسمعني في هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة يسرني في هذا اليوم 18 من كانون الأول ديسمبر وبكل فخر أن أحتفل معكم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية هذا اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار هذا العدد 3190 المؤرخ في 18 من كانون الأول ديسمبر للعام 1973 اعتمدت اللغة العربية كلغة رسمية سادسة في الأمم المتحدة ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أعبر لكم عن فرحي الغامر بالتحدث إليكم كأحد أبناء هذه اللغة العظيمة وأتشرف بأن أكون جزءاً منها ومن حضارتها العظيمة التي كتبت إنجازاتها وتاريخها وعلومها بلغة عربية جميلة الزميلات والزملاء الأعزاء إن اللغة العربية تعتبر واحدة من أجمل وأقدم لغات العالم وتتميز بغنى المعاني والأوصاف المعبرة والرصينة لغة تشرفت بكتابة كلمات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حيث قال الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا كما كتبت هذه اللغة ووثقت ونقلت عبر الزمن مختلف وأعظم العلوم في الرياضيات والفلك والطب والاجتماع وعلوم أخرى تلك العلوم التي أسهمت في تطور الإنسانية ناهيك عن الرسائل الأدبية والإرث الشعري الزاخر بالأوصاف الخلابة في وصف الحب والسلام والحزن والرثاء والمدح والهجاء الأخوات والأخوة الأعزاء تنتمي اللغة العربية إلى عائلة اللغات السامية وينطق بها أكثر من 400 مليون إنسان في العالم من مختلف الأديان والقوميات يتركز غالبيتهم في الشرق الأوسط والجزيرة العربية وشمال أفريقيا وباقي بلدان العالم وهي لغة العبادة لدى أكثر من مليار مسلم في العالم تسمع اللغة العربية بلهجات متعددة وتتميز كل واحدة منها برونق خاص يسر السامع ويبرهن على قدرة هذه اللغة على التطور والتأقلم مع مختلف الشعوب وقدرات الناطقين بها من بين أشهر أسماء اللغة العربية هي لغة الضاد وهو أحد أحرف الأبجدية العربية والذي يمتاز بصوت نطق فريد لا نظير له في باقي لغات العالم كما تتميز اللغة العربية بأحرفها 28 ذات الأشكال الرسمية الجميلة والتي يمكن أن ترسم بطريقة فنية مبهرة لتتحول إلى لغة فنية زاهية وذات معنى شكلا ومضمونا ختاما أيها السيدات والسادة الأفاضل لا يسعني في هذا اليوم البهي إلا أن أختم رسالتي هذه ببيت
من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي قال في وصف جمال اللغة العربية إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضادي. وبيت آخر من قصيدة الشاعر الكبير حافظ إبراهيم الذي قال أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. شكرا لحسن الاستماع وكل عام ولغتنا العربية وأنتم أيها الأعزاء بخير وعافية. Greetings. Welcome to the UN Chamber Music Society's concerts in celebration of World Arabic Language Day. One of the most widely spoken languages in the world, used daily by more than 290 million people, Arabic is a pillar of the cultural diversity of humanity. In celebration of World Arabic Language Day and Arabic's historic role in the development of art and science, the program will feature a variety of popular and classical music from the Arab region. We are very proud to open the concert with I Lift My Eyes, composed by Christopher Tin, two-time Grammy Award winning composer, sung by the celebrated Lebanese singer-songwriter Abeer Nehme. Both music and art are the languages of peace. Interwoven throughout the concert, we are proud to feature the magic carpet artwork by the genius artist Saks Afridi. I would like to express my warmest thanks to His Excellency Mr. Mohammed Hussein Bahr Aluloom, Ambassador and Permanent Representative of Iraq to the United Nations and Chair of the Arab Group for the month of December 2021, for his opening message. Above all, I would like to express my heartfelt thanks to the dedicated extraordinary musicians and members of the UN Chamber Music Society for generously sharing their extraordinary talents to the community and for helping to make this concert possible. I truly hope that you will all enjoy the music you are about to hear. Happy Arabic Language Day. رفعت عيني إلى
Thank you.